في ليالي سودة تانية في حياة أشرف زكي، ولا نبتدي ندخل على ألوان تانية؟ بتبقى في ليالي اللي انت بتحسي فيها بغدر الأصحاب. مين غدر بأشرف زكي؟ لا كتير. زي يعني مين؟ داخل يعني الوسط أكيد ولا؟ يعني مثلا كان ليا صديق اسمه سليمان عيد، ممثل طبعا، ده كان مثلا من أقرب الناس ليا، فاكتشف انه بقى بعد عنك. لا، انه كان بيمثل عليا. بس مفيش حاجه اسمها بعد. مين تاني كان بي؟ انا الاندهاشه اللي عندي، في ان انت تبقى كل اللي فات ده كان ايه؟ ليه ما رفعتش قضيه على الممثله اللي قالت عليك فاسد ابن فاسد؟ دي حنان مطاوع اللي قالت كده. حنان مطاوع؟ طيب لما انت عارف ان هي حنان مطاوع، ايه اللي خلاك ما ترفعش عليها قضيه؟ لا، انا اكبر ان ارفع قضيه. انا في توليت مواقع الخدمه العامه ومواقع تنفيذيه. لو انا بصي، من يتصدى للخدمه العامه عليه ان يكون يعني صدره واسع، يقبل بالاهانه، يقبل لا مش يقبل بالاهانه، باتهام فظيع زي كده. انا ما عنديش تعليق، يعني في الاخر انا ما عنديش تعليق. لا بس اسمح لي، لما حد يجي يقول لك عليك فاسد ابن فاسد، هي ده اتهام ليك ولعيلتك، يعني اعتقد ان ده اتهام لا يغفر. فالمفروض في منصب حضرتك، انا اكبر من ان ارد على التفادي.